السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. وعندنا اليوم مقدمة موسيقية لمقام اللامي اللي هو فرع من مقام الكرد واللي يسمونه في الدول العربية الكردي. طبعا هو من الري وياخذ ثلاث علامات خافضة اللي هي سي بيمول مي بيمول لا بيمول. فاحنا راح نبدي بالمقدمة وتقدر راح ترجم لك اياها، وانت تقدر انه تسجل تبطئ الفيديو ومن خلاله تقدر تعزف. فيصير عندك شنو يصير؟ راح يصير عندك احنا راح ناخذه، شوف كثير من الناس ماخذيه من الفوق، احنا راح ناخذه من درجة استقرار صحيحة. مي لا صال لا صال فا صال فا صال فا مي فا مي صال فا مي مي ري. واضح؟ هذا الجزء الأول. راح نوب تروح على لا بيمول. لا سي دو دو سي دو ري سي سي لا سي دو لا دو سي لا لا صال صال فا مي ري دو. مثلا جوا اللي تريد تستعرض مي با صال لا صال فا صال فا صال فا مي با مي صال فا مي مي ري لا سي دا دا سي دا ري سي سي لا سي دا لا دا سي لا لا صال صال. هسا انا راح ابدي وياك تقاسيك. ترجع النوب مي با صال مي با صال لا صال فا صال فا. اوكي على نفس الترجمه وانا حاضر و لاي استفسار طبعا. وتمنيت انه هذا الشيء الخفيف اللي البسيط لمقدمه اللامي تركزون عليه. مثل ما قلنا اللامي فرع من الكرد ويسمى في بعض الدول العربيه يسمونه كردين. ليش كردين؟ لان ياخذ جنس في سعوده كردين اثنين. وياخذ ثلاث علامات خافضه سي بيمول مي بيمول لا بيمول، عكس الكرد اللي هو ياخذ علامتين خافضه سي بيمول مي بيمول. هاي لازم تركزون عليها اخواني وبالشيء العلميه الحقيقيه هاي اذا انت ردت تتعلم صح. تحياتي لكم وشرف لي الكبير، ولا تنسون لايك واشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقيه انا حاضر لتعلم العود بطريقة صحيحة وبتنظيم. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.